أيها الأحبة، أيها المستمعون، مشاهدي قناة مدني، يقوم المركز بافتتاح البخاري أي بقراءة البخاري في بداية السنة الدراسية الجامعية أو في السنة الأخيرة، يعني نحن عندنا دورة اسمها دورة الحديث أو في مستوى اسمه دورة الحديث، هذا المستوى يأتي في نهاية الدرس النظامي. نحن عندنا الدرس النظامي طبعا هي الدراسة الشرعية تقريبا 6 سنوات يدرسون الطلاب، يدرسون فيها نحو والصرف والقواعد النحوية والصرفية، اللغة العربية يعني بأكملها، بالإضافة إلى بعض الفنون، بالإضافة إلى بعض الكتب الأصول والحديث. والسنة الأخيرة طبعا السنة السادسة منها تكون هي دورة الحديث، فيدرسون فيها مقتطفات أو بعض الأحاديث المأخوذة أو التي يكونوا قد جمعوها من الصحاح 6 طبعا يدرسون في هذه السنة، وعلى رأسها طبعا صحيح البخاري. في بداية السنة طبعا تكون عندنا افتتاح صحيح البخاري، يفتتحه إما شيخ الحديث أو سيدي أمير أهل السنة حفظه الله تعالى، وفي نهاية دراستهم من نفس هذه السنة الأخيرة تكون هناك في اختتام البخاري. فافتتاح البخاري طبعا يحضره جميع طلبة دورة الحديث بالإضافة إلى أولياء أمور الطلاب، بالإضافة إلى الناس، يعني لأنه الاحتفال طبعا يكون مفتوح في فيضان مدينة وكذلك في مراكز وجامعات المدينة الأخرى التي تكون فيها هذه السنة الدراسية الأخيرة دورة الحديث. فطبعا افتتاح البخاري هذا يكون قراءة الحديث الأول أو افتتاح الكتاب طبعا بقراءة الحديث الأول للبخاري طبعا، والطلاب يقرؤون معه، وبذلك يكونوا قد افتتحت الدراسة لكتاب البخاري في الحديث. فهذا الاحتفال أو هذا المشهد الذي أنتم ترونه الآن هذا افتتاح للبخاري. انظروا كم شهده من علماء ومفتيين وأساتذة الحديث والفقه والدراسات الإسلامية بجوار الطلاب وأمام سيدي وسندي الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى. وإن شاء الله نأخذ من هذا أو نرغب الناس بالإقبال إلى هذا العلم وإلى الالتحاق بهذه الجامعات الإسلامية التي تخرج العلماء والمفتيين والدعاة الذين ينتشرون أو يخرجون وينتشرون في هذه البقاع أو في هذا الأرض، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وينشرون الدين ويخرجون من أجل إحياء سنن الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في جميع أنحاء الأرض. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.